مساء أمس بنواكشوط ندوة تحت عنوان الشباب العربي فرص التنمية وتحديات الإرهاب. انعش ندوة عدد من الخبراء والمفكرين والمهتمين بقضايا الشباب. الشباب هو الدعامة الأساسية لرقي وتقدم البلدان، وهو الطاقة التي يعتمد عليها بناء المجتمعات، ويواجه اليوم عدة تحديات من أبرزها الإرهاب والتطرف خاصة في وطننا العربي، مما يتطلب تحصينه من كل ذلك، وهو ما جعل المجلس الأعلى للشباب في بلادنا ينظم هذه الندوة تحت عنوان الشباب العربي فرص التنمية وتحديات الإرهاب، قبل انعقاد قمة واكشوط لتدارس أبعاد هذه الظاهرة مع الخبراء والمفكرين من المهتمين بالقضايا الشبابية. لقد شهدت السنوات الأخيرة منعطفا شديدا على صعيد الأمن في العالم، حيث لم تعد متطلبات السلامة الأمنية تقتصر فقط على ضرورة حماية الدولة والسيادة كما كان معهودا، وإنما أخذت منحا جديدا أكثر تعقيدا. ومع مطلع القرن الحالي اتخذ مسار الأمن بشكل عام منعرجا جديدا، غير النظرة النمطية إلى ما نسميه اليوم بالإرهاب. وفي الوطن العربي بدت جغرافية المنطقة مثالية، حيث المساحات الصحراوية الشاسعة مع وجود حدود يسهل اختراقها، فضلا عن كونها توفر ملجأ آمنا للجماعات الإرهابية. وفي بلادنا جاء الوعي مبكرا بهذه الحقيقة، فقد اعتمدت بلادنا بقيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز مقاربة فعالة متعددة الأبعاد، تستند في المقام الأول على توطيد أسس دولة القانون وتعزيز الحكامة السياسية والاقتصادية والإدارية وترسيخ قيم التضامن الوطني والتماسك الاجتماعي وترقية المجتمع المدني وحماية حقوق الإنسان، كما تركز من جهة أخرى على الحيلولة بين الشباب والتطرف من خلال تمكينه وتعليمه وربطه بثقافة السلام والاعتدال. الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية سعادة السفير محمد الربيع ركز على الجوانب التنموية وما عرفته بلدان وشعوب جامعة الدول العربية من تطورات، مستعرضا الجهود التي بذلتها هيئته للنهوض بالشباب العربي. وسيساهم نقاش موضوع هذه الندوة في نشر الوعي بخطورة الإرهاب وضرورة استغلال الطاقات الشبابية، مما يسهم في تنمية بلداننا العربية، فالخير كله في الشباب.